لبنى بمدينة بوفاريك، مدينة الفن والإبداع، وهكذا تبدو واجهة أحد معالمها مسرح الكوليزي. أشغال الترميم التي توقفت منذ فترة وضعت هذا المعلم الثقافي في خانة الانتظار. البلدية المسؤولة عن هذا الصرح خصصت غلافاً مالياً يقدر بأزيد من 15 مليار سنتيم لإعادة ترميمه. دينا الملف تاعنا حطيناه في الإشهار في العنب في الجزائر العاصمة، ورانا دوكا في انتظار في خروج المؤسسة اللي راح تقوم بالتهيئة والتهيئة والتجهيز. خصصنا مبالغ من الميزانيه فيما يخص، هناك مبالغ للتجهيز ومبالغ للتهيئه. مبلغ التجهيز مبالغ معتبره حوالي 15 مليار، مبلغ التهيئه ثاني كذلك مبلغ معتبر. رانا نتمناو، احنا نتمناو كمجلس بلدي، رانا نتمناو اننا يكون التدشين تاعو في 5 جويلية 2025. مواطنو وعشاق أبو الفنون متعطشون لعودة الكوليزي وإعادة بعث نشاطه من جديد. رانا نستناو في الحقيقة، هذا كان سنتر كولتيرال كانوا يتعلموا فيه الغناء والآخر وكذا، وميم طون كانت سينما كانوا يديروا فيه لي فيلم بكري وكذا. هذا هو السنتر، هذا هو دوك رانا نستناو ليسيدوا واحد الوقت بيعاونوه بيعاودوهم. بعد جاهم الفري شويه غالي، دوكا هم جابوا مقاول واحد اخر. هذه مثل التصويره تاع بوفاريك، وهذا من اقدم كيما يقولوا تراث تاع بوفاريك، وهذا هو اللي يعطي الواجهه تاعنا تاع بوفاريك. فيه كلش، هذا فيه التياتر تاعنا، فيه نديروا فيه كلش، هذايا اصلا دايرين تليمو هنا كلش هنا. في انتظار تسليم المشروع الذي حددت أجله في جويليا 2025، يبقى الكوليزي وجهة ثقافية بامتياز تزين مدينة بوفاريك وشوارعها.